لم تنسى هذه المساحات دورها القديم في صناعة نجوم عرفتهم الأندية اليمنية جيدا، وكانت أبيان هي محطتهم الأولى. لكن هذا الدور أوشك على التوقف، وحولت الحروب الطويلة والمتواصلة أرض أبيان إلى مواقع وملاذات. وما أن أحس الأهالي بالقليل من الأمان حتى خرجوا لتنظيم ما أوقفته الرصاص، وبجهود ذاتية تقام بطولات بين أندية كانت معروفة في السابق لكنها فقدت كل شيء، ولم يبقى غير أسمائها والذكريات في عقول من يعملون لإعادة إحيائها. وتقول مصادر محلية إنه حتى تلك التنظيمات الإرهابية التي تتناوب على الظهور من وقت لآخر تبحث عن وجود لها بين تلك الأنشطة، وسبق لها أن عملت على إقامة فعالية رياضية رغم إدانتها اللعبة وتحريمها في أحيان كثيرة. لكن شغف الأهالي وتطلعهم إلى عودة هذا النشاط أقوى من أفكار تحملها التنظيمات وتجول بها في أنحاء مختلفة من المحافظة، لكنها تفشل عند رؤية الحماس في أعين المشجعين وعلى أرضهم.